اتلافون بالبلوز. دلع السلامة وصلوا يا جماعة. وصلت يا قلبي؟ خش اطبخ بقى يا حبيبي. مني يعني؟ فجي قال لهم يلا نعمل جدوة. قالوا له ماشي. لا بلاش لا 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 بجد والله. لا والله ماما لا 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 كده كده حطيت احنا كده مقص. فيديو الفيلا هينزل يوم الأحد الساعة 5. لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الضغط عشان تكونوا جديدة. قناتنا الجديدة يا جماعة موجودة في الديسكريبشن. خشوا قناة الكابتن دراما فيها قصص جميلة وفيها حاجات حلوة. ايه ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة كل سنة طيبين وعيد سعيد. واللي ما اتفرجش على فيديو روتيني العيد يا جماعة أول يوم العيد والوقفة واليوم الجميل اللي احنا قضيناه في شبرا مع أهلنا يخش يتفرج. هحط لكم اللينك في الديسكريبشن يا جماعة. فيديو جميل جدا وكان يوم جميل. أنتوا كلكم طلبتوه مني نزلته. في ناس دي ما اتفرجتش عليه فاللي ما اتفرجش هم معذورين برضه. أكيد كانوا واكلين بقى فسيخ ورنجة فكله نام وما حدش قادرين وكحك ومسكوت. الكابتن دراما يا جماعة الكابتن دراما بقت 50,000. الحمد لله يا جماعه. كابتن دراما 50,000 كويس. بس برضه قناتنا الجديده يا جماعه موجوده في الديسكريبشن. خشوا قناه الكابتن دراما فيها قصص جميله وفيها حاجات حلوه قوي قوي قوي. مش المخرج جدا انذار اتغرقنا يا جماعه. اتغرقنا برشلونه. عايز اقول لكم على حاجه سريعه جدا جدا. فيديو الفيلا طبعا ناس كتير قوي طلبت مني فيديو الفيلا. ما كانش ينفع انزله في يومين عيد. يعني ما كانش ينفع انزله في يومين عيد لان يومين عيد وبتاع لازم نحتفل مع العيد. ففيديو الفيلا ركزوا معايا. فيديو الفيلا هينزل يوم الاحد الساعه 5. فيديو الفيلا يوم الاحد الساعه 5. فيديو الفيلا يوم الاحد الساعه 5. فيديو الفيلا يوم الاحد الساعه 5. خلاص كده بس. قبل حاجه لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. اصيله اصيله. بص بقى يا جماعه بيلعب. برافو عليك برافو عليك. اميره اميره خلصنا بقى القصه. خلصنا كده. خلصنا نخش بقى النهارده. ايه الفيديو بتاعنا النهارده؟ الفيديو بتاعنا عباره عن ايه النهارده يا جماعه؟ عاملين اكبر عزومه لاهلنا. اهل دودو واهلي. لما يا جماعه العيلتين بقى متجمعين النهارده وعاملين لهم دودو النهارده. الحمد لله. يعني شيف دودو شيف فيش بعد كده. امك هتعمل اكل. بص صوابعكم دي انتوا هتتهرمي الاكل وانا هتهرم الطبخ. امك هتعمل اكل بجد يعني اسامه. بص تبقى محمر ومشمر ومقور وكل كل ايه يا بابا؟ ايه يا ماما؟ تعالوا مراتي عامله لكم اكل النهارده جامد قوي. لحمه فراخ وفراخ وبط وحمام. انتوا النهارده انت هتخشوا الجنه يا بابا. حبيبي يا بابا قول لهم كل حاجه وعصاير وفاكهه وكل حاجه. ماشي يا بابا. سلام يا حبيبي. ابو بركه تعملي حمام؟ هبهب. ماشي. نستنى بقى يا جماعه. مفيش حاجه مش هيشوفوها. لو الفيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. لايك انا لغايه 5 ناس تعمل لايك عشان اللايكات مش عجباني الفتره اللي فاتت. اقول لكم على حاجه. انتوا اجمل ناس في العالم. في واحد بيقول لي انت عمر الفيديو بتاعك ما هيجيب 30,000 ولا 40,000 ولا 50,000 لايك. انا بقول النهارده هيوصل بيهم طبعا. انا بقول النهارده الفيديو ده هيوصل 30,000 لايك. يلا يا جماعه اعملوا لايك. ادوا خمسه. يلا واحد اثنين. اللي بيحب ايس يعمل لايك. يلا اللي بيحب دودو يعمل لايك. اثنين. اللي بيحب جودي يعمل لايك. ثلاثه. اللي بيحب ادم يعمل لايك. اربعه. اللي بيحب الكابتن يعمل لايك. خمسه. خلاص لايك لايك. بحبكم. شوف بقى اهلي وهم جايين هنصورهم وهنشوف يوم جميل جدا جدا جدا. شوفوا بقى يا جماعه الصراحه هيبقى يوم حلو قوي قوي. وابقوا معانا يعني. يلا شوفوا بقى وشوفوا الاجواء النهارده تبقى جميله قوي. كل سنه طيبين وعيد سعيد عليكم. بحبكم. خدوا قلبي. وكل واحد في الكومنتات يقول لي هو خد عيديه كام؟ عرفوني كده. انا ما خدتش عيديه. كلموني اي حد يمشيني من هنا. انا مش هقدر استحمل. بتحطي نفسك في مواقف بايخه قدام الجنيه عشان مش مصاحبه. ايه هتتشفت؟ هات العيديه. هديلك حاضر. ادانا 100 جنيه. انا بقى هديك عليك. مراتي تديني عينيا. اول واحد في التاريخ مراته تديله عينيا عشان تعرف انا مسيطر. مبسوط يا قلبي؟ قوي. خش اطبخ بقى يا حبيبي. يلا اللي خد العيديه هو اللي يطبخ. يلا. لا مش عايز حاجه. ايه ده؟ 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 ايه ده
لحظة وصول اخواتي وابويا وامي. دل على السلامة، وصلوا يا جماعة. وام ابويا طبعا يا جماعه جه النهارده عشان خاطر يعني هو طبعا ما ادناش عليها بشبرا، قال لي خالد يا ابني انا هاجي لحد البيت عندك واديك عيديه. صح حاج؟ سرقت يا ابني والله، مش بهزر والله. استنى تاخد السيجاره. هو مش بهزر والله، انا مش بهزر. ما ادري ليه جاي ليه؟ اه جاي عشان اشوف شيكو. شوف شيكو؟ انا مش بهزر والله العظيم. انت قلت لي انا جاي لك يا ابني والواد واحد تديني عيديه. ما اجي اديك عيديه، ما انا بعت. خلص يا اسطى، بعت افك. اه بس انا ولا هو؟ انت تديني يا بعديه. يقولوا يا جماعه مين يدي مين هديه والله. انا طلعت على المعاش، ما بديش هديات. لا المعاش يوم ما فيش. طب انت اللي هو شكلك اصغر مني. اصغر منك ايه يا عم؟ روح اتكل على الله. طب انا شعري شاف. انت هتنق عليا؟ انت ما عندكش شعر ابيض. وانا عندي شعر ابيض. امي انت فين الهديه بتاعتك؟ هو انت فين هديه يا ابني؟ فين هتشرب ايه؟ انا بقول لك. بس انت هتجيبه من فلوسي من ابويا؟ ما انا مش بعين بحط معايا. انا النهارده صرفت وبكلف وجايب اكل كتير. بقول لك ايه؟ انت عايز انا مش بهزر والله. ايه يا عم انا ماكلك؟ ما انا مش ماكلك. طب عايزك ما كده إيه؟ انت تاخد دبوس وانا تاخد جناح. جناح ايه؟ لا مش جناح فرخه. وانت دبوس انت تاكلها مفيش. اللي بيديني هديه يابا ياكل اللي هو عايزه. لا 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 كلام خلصان. الجناح انت ليه مش حاطط الفلوس وجيبك عشان ناكل؟ لا يا عم تجيبه ليه يا ابويا؟ هتجيبه ليه؟ ما خدش عارف. هديك هديه. دي عيالي. انا قلت اما نقعد وناكل عشان اعرف الاكل كويس ولا لا ابقى اديك العيديه. لكن اديك العيديه وتاخد ما تقول لي جناح ولا رجل حتى اخدها. مش عارف منك حاجه. انت كده بترجع على العبط. بقول لك ايه؟ خلصانه. مش هاكل. انا قايم ماشي. ايه خلصانه دي؟ انا ايه ماشي؟ خلصانه دي بجد والله. انا عارف انت بتقول حالا تقول خلصانه، انا بقول لك خلصانه خلاص زي ما الناس بتقول. بس. عايزين نكته. ايه؟ عايزين نكته. نكته مين؟ يا عم اتكل على الله. ايه دي ناس نكته حلوه؟ ابويا مالك النكت؟ يا عم النكت ايه؟ والله اديهم نكته. انا دمي خفيف، طلع دمي خفيف يا جماعه كل الناس في الدنيا. قالوا انت دمك خفيف جدا 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 زي امك. زي امك؟ والنكته بقى. انا مش فاكر بقى. لا افتكر مين ده اللي مش فاكر ده؟ انت بيشوفني مش عارف ليه خلي بالك نكته. بخش البيت كده يقول لي خلي بالك نكته. عارف هو بيشوفني يقول لي قول نكته بقى. واحد قال لابنه اجري هات بطيختين يا ابني. حلو. راح جاب بطيختين، كان واحده وجاب له بطيخه وجايه، قال له ما في الثانيه، قال له يا بابا يا ابني الثانيه. ولا فهمتها؟ ما هو قال له في الاولانيه، قال له في الثانيه، قال له ما هي دي الثانيه يابا. كان الاولى. اه. قال له الثانيه. قال له الثانيه. خلاص يا جماعه اللي ضحك على النكته، اللي ضحك على النكته يكتب. ما تكتب تاني الناس كده تضحك علينا والله. ايه دي وحشه؟ ابن خالي الكابتن ومش هينفع. عايزين نكته حلوه. اتنين بتوع مخدرات قاعدين تحت معمل تحليل. تمام. جه الشيخ طالع يحلل. خد يا عم الشيخ راح فين؟ قال لهم انا طالع حلل السكر. قال له تعالى السكر حلال، حلل لنا انت الحشيش. عايز تاني بقى؟ روح تاني. يقول يلا اتكل على الله. دي العيديه كده خلاص. اه وخليت زمان كسب امبارح عشان اخد وخدت عيديه بتاع الزمالك. حاجه تاني ولا حلو. عندك مكتبه؟ ايه خالص. امسك كده. لو بلاغ البوليس يقول لك البوليس كام؟ ايوه هو بس كده. خلاص كده السر. الصابون بالبلون. اه لا شوف بقى الحاجه بقى ست الكل. بص يا ست الكل. صلى الله عليه وسلم. قول عايز تعرف ايه؟ قوم تتكسف من الكاميرا يا جماعه. بص يا احكي للناس موقف كوميدي ليا وانا صغير. مواقف. مواقف؟ اه. الله يسرع عرضي ولا ياكي. هو موقف واحد. مره كنت جايبه لحمه، كان يوم جمعه، كان ابوهم سافر السعوديه وجايبين لحمه. طب بلاش موقف اللحمه ده والنبي. لا استنى بلاش موقف. بلاش يابا.
تاني؟ حقك عليك العيدية هتزيد. انت ابوهم بيضربهم هو محمد بيعيط طول الوقت راح جاي ايه؟ جبت نص كيلو لحمة طلعت فوق عند سته كل شوية يخش ياخد حتة تعجبه يروح راجع تاني واخد فانا جيت لما نزلت عشان نحط غدا ونتغدى وابص لقيته ايه مفيش في الحلة لحمة يا عيال ولا خد يا اللحمة ايه ده قال لي ياما انت ما تعرفيش من القطة دخلت كليتها وفي الاخر فين سته بقى نزلت لنا اكل غيره وبنبص لقينا بعد كده اكتشفت ان هو اللي واكل النص كيلو لحمة كله كل شوية يخش واكله كله وموقف تاني ايه فاكر انت اكتشفت ازاي انك اكلت اللحمة ايه فاكر انت اكتشفت ازاي ان انا اللي اكلت اللحمة دي ازاي انت قلت ساعتها القطة وبعدين عرفت ان انت اللي كله عرفت بقى منين ساعتها انت ناسية افتكر انت عرفت ازاي عرفت ازاي انت عرفت ازاي انا اللي اكلت اللحمة مالك اللحمة كانت حلوة لا لما كنت بكلمك ولقيت حته لحمه في سنانه ومره ثانيه عيال البيت كلهم اصغر منه يعني فجي قال لهم يلا نعمل غدوه قالوا له ماشي لا بلاش بقى لا 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 بجد والله لا والله ماما لا 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 كده لا حطيت احنا كده ماشي لا والله ماما ده بس استنى بس انت مش بتحكي لعماتي وخالاتي انت بتحكي شعب ياما شعب استنى بس حاجه ابو خلاص بس والله ما تحكي والله ما تحكي والله لا 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 دين 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 وراح جاي ايه جاب جبنه وجاب لانش وحاجات فالعيال جم قالوا له بقى قدام كل واحد رغيف عيش كل ما يجي عيل ياكل يقول له لا غمس على الهوا اوعى تاكل ما تاكلش جبنه عشان ما تخلصش ولا اللانش يروح يعين العيال اصغر منه يروح العيال كل واحد ماسك لقمه قاطعها ويعدي اللقمه كده على اللانشو مره يعديها على الجبنه ويروح واكلين فتنبه لحد ما العيال شبعوا والله شبعوا من الاكل وراح سايب شبه عمل ايش والله خالد اكل على الهوا كانوا بقى كانوا على الهوا كنت كل اسبوع بعمل لهم الاكل ده وكان عجباهم ليه ايه وجبنا على والله لحد موسى الدرجه يقول لي يا خالد عايزين ناكل على الهوا اللي هم العيال حبوا العيال حبوا كانوا صغيرين حبوا بقى حبوا الجبنه اللي على الهوا الجبنه على الهوا مش على الهوا لا لا مش كانوا ما كانوا ياكلوا كده والعيال يعملوا كده اقسم بالله الله جميل الله العيال يعني ياكلوا الله جميل عايز تاني حاجه تاني في كذا حاجه بس يلا بقى كفايه قوي 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 انا كان مره برضو كنت بعاقبهم الاثنين فدخلت الاوضه كده وخرجت لقيت محمد بيعيط وخد بيقول انت بتعيط ليه مش استنى ما نضرب خلصتوا انا جاي اعمل معاكم لقاء كوميدي كوميدي انت اللي هو مصر على مصر عليا امال انتوا كده حلوين حلوين كده مبسوطين يعني قوي عشان مش انت عايز العيديه انت عايز العيديه انا اديتك العيديه انا اديتك العيديه سلام عليكم يا جماعه وهو برضه خد بالك ادته هو ابو امي هو ده بقول لك ايه هو برضه اللي اديته يجيب بطيختين جاب لي بطيخ بقول له فين الثانيه يا خالد قال لي هي دي الثانيه يا بابا هو تاني كان البطيخه الثانيه بس حاجه خلاص اقول لك حاجه بشكل النهارده صايمين صايمين رمضان يلا ستة البيض النهارده ستة البيض ستة البيض ستة البيض انا النهارده صايم ستة البيض خد يعني جيجا كده جيجا كده حبيبي سنة طيبين طيبين نورتونا يا فين السينما اهو والان وصل عمر الكابتن وسوسونا يا ولاد يا جيكو انا لسه عليك يا جيكو ايه يا ايسل في ايه بيقول لي بتقول لي دوب لسه جديد يا جيكو عايز يعيدنا على الارض معلش عادي عادي خلاص جديده بلاش يا عم شيكو الصوره اللي طالعه على الارض اللبس جديد ماشي وزع انا اسفين يا حضرتك سوسونا وتوتو جوم الاكل يا جدعان جعانين من مصر الاكل بقى طالع عادي يلا جعانين الاكل عايزين بسرعه احلى اكل النهارده شيل مني لحمه انا ماسك لحمه بقى فراخ طواجن بجد
النهارده اكيد هتاكلوا احلى، هتشوفوا احلى اكل النهارده، هيطبخوا بص هيخربوا الدنيا. هو بطيخ بالنعناع كمان. يا لهوي هقول لك، بص هتنبهر هتنبهر، البوتاجاز ده هيولع من كتر الاكل. هتولع هتولع. ودي دلوقتي يا جماعه احمد كعبول ويويا وايا وحمايه وحماتي نورونا وشرفونا. ادم الكابيتانو، ادم ادم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يلا عايزين تجربي مره. يلا حتى ننسي دلوقتي بقى. ايسل اخت ادم، ايسل الكابيتانو، ايسل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. سيحو 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 انتوا يا جماعه بجد والله العظيم انا بقالي يومين مطبق، فهنزل بقى ارتاح شويه كده وانام لحد ماما تخلص الاكل. لما يخلصوا الاكل يصحوني، يعني بجد والله تعبت. احلى مسا عليك. بص الناس كلها نايمه وزيطه وده نايم، انا ما شفتش بني ادم كده. اعمل انا اكل لنفسي، انا لسه مخلصه فرشه فيلا ومش قادره مرهقه، بس والله لازم اطلع وينفخ. ازاي كده يا اخي انت؟ ازاي كده ايه بني ادم ده؟ الدنيا منوره. لا 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 لا، تقول عشان الاكل جاهز بقى عايزين ناكله بقى ونفاجئه. ده بيحلم انه بياكل ولا ايه؟ يلا قوم خالد، الاكل جاهز يا خالد، عايزين نفاجئك بالاكل. والله يا عم يلا يلا يا عم، كل حاجه جاهزه. مين اللي غباء؟ غباء احنا فرقعنا فيك صاروخ. يا عم قوم يلا يا خالد، الاكل جاهز يا خالد. ما تحط حط الاكل. لا الاكل جاهز، قوم يلا. لا 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 هعضك هعضك. طب قوم اخلص تعبان والله. بقول لك اعمل ايه؟ اعمل لك مفاجاه جامده. يلا قوم خلصت. كل الناس صاحيه وانت الوحيد اللي بتشخر ونايم، ولا انت بتنام ازاي كده؟ والله مطول. معلش يا حبيبي الف سلامه. يلا بابا يلا بابا يلا بابا يلا بابا. يلا خالد خلص بقى. خالد ايه القرف ده؟ يلا ده احنا قدنا وصوصه عاملين لك مفاجاه. ده احنا قدنا يا ابني نشف. ده اسودت من تقوير الباذنجان بتنجان بقى وكوسه بقى ومحشي بقى وبط. ازاي طيب والله؟ خلص ازاي طيب؟ خلص طالع عيني وكفرانه من الصبح وراح اجيب في حاجات وانت الوحيد اللي نايم. ما الناس قاعده عيني. انزل وراك والله. لا معلش يلا عشان خاطر. صوروا ايه طيب؟ بس بس عشان المفاجاه، عشان نوريك المفاجاه. صور اللحظه. عايزين نفاجئك. خلاص يا عم ان شاء الله ما قمت. الساعه كام؟ قوم يا عم. يا عم الساعه بقت 6. في ايه يا زوزو؟ ضربك طب ما نقولش ناقص تقريب. طب قوم.
يلا عشان تقطع لنا بطل. هاي تخلصتي؟ تقطع لنا بطل. بلاش بقى حوارات بقى، والله الساعة 6 اللي انت هخلصت ازاي يا دودو طيب؟ خلصت ازاي؟ طب انزل شوف. عملتي بدأ 4:30. طب انزل شوف. انا ساحرة. يا عم انا بعمل انا وهي، انزل شوف المفاجأة بقى. يلا قوم. عملت قبل في ساعة ونص. يا عم بقول لك انزل شوف. جهزها من بالليل، انت كنت نايم بتشخر، بتقولي مطبق، مطبق ايه؟ ولا انت بتخلينا انام وتصحى انت؟ تعالي. مفاجأة عالمية. يلا حبيبي. بص بسرعه يا جماعه، عندي لا ما تفتحش، انا لسه شفت الاول. هو انتوا بتعملوا ايه ده؟ اكل يا جماعه، هو انت ليه بتغمى ايدك عشان اكل؟ طب اهو بطايه في نص الصينيه منوره اهي. ويلا 3 2 1. عجبتك؟ والله العظيم تسلم ايدينا يا بنتي. فرحانين؟ اه فرحانين. يا جماعه انا هعمل الاكل، قال لي والله صوابعي كتير ما تتعبش. الفكره عجبتني. هو انت لازم ما تفرش ده كله وانا بعمل اكل؟ قول يا عم. اقعد يابا سمي الله كده وكل وصلي. ده بكام ده؟ مش كتير مش كتير. انا بهزر، مش قصدي حاجه يعني، انا مش قصدي حاجه بس. اطيب. ايه مش ماشي يا ماما؟ حمام؟ يا هارون يا رشيد. اه في رمضان بتصور كوشه بتقول نام نام. المهم بقول له فوق، قال لي يا عم، قول لي يا عم شاهين تحت. انت تاكل من ايدي اكل مش حلو، ولا تاكل عجبك؟ اصل الاكل ما يبردش. عجبتك؟ يلا قلت لي ايه؟ خلاص يا عم هناكل حاجه تاني. بس كده اختصرتيها كده؟ هو شرب، هو نام وكان رز. انت اكيد وانت طيبه يا قلبي. بلبن مع الملايكه. يلا بقى عشان الاكل ما يبردش. يلا يا جماعه سموا الليل. سلام طيب يا خالد. كده الفيديو ما تنسوش يوم الاحد ان شاء الله الساعه 5 فيديو الفيلا كلها هتشوفوها من الالف للياء، من تحت لفوق السطوح، اللي فوق خالص هوريك كل حاجه. حبيتوا مستنيين تشوفوا الفرش، بس الفكره ان دخلت العيد علينا، فما كانش ينفع ان احنا ننسى العيد وغداء العيد ويوم العيد والكلام ده كله، يعني ما ينفعش. تمام، خلص الفيديو، لايك شير سبسكرايب. يوم الاحد الساعه 5 استنونا، استنونا احنا جايين. فيديو الفيلا فيديو جميل جدا جدا، عندكم حاجه جميله، بحبكم، صوت طيبين، عيد سعيد، استنونا يوم الاحد الساعه 5. لايك 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 لايك.